وكانت المحكمة الدستورية قد أسدلت الستار على قضية الطعون المقدمة في نتائج انتخابات مجلس الأمة بإعلانها فوز النائب فراج العربيد بعضوية مجلس الأمة عن الدائرة الانتخابية الرابعة وبطلان عضوية مرزوق الخليفة ورفض وعدم قبول باقي الطعون المقدمة إليها. وعلى إثر هذا الحكم أكد النائب فراج العربيد أنه سيتبنى الملفات المختصة في قضايا الإسكان والشباب. حكم المحكمة الدستورية اليوم أنهى مرحلة الانتظار والترقب وقطع الطريق أمام التوقعات والتكهنات. الطعون الانتخابية في نتيجة انتخابات مجلس الأمة 2016 حسمت بحكم الدستورية. حكمت المحكمة الدستورية بالنظر بجميع الطعون وهما 50 طعن، ورفضت جميع الطعون ما عدا الطعن رقم واحد وهو الخاص بالمرشح والنائب الحالي وهو فراج العربيد، وايضا حكمت ببطلان نتيجه مرزوق الخليفه. ومن هذه اللحظه يعتبر النائب فراج العربيد هو نائبا بدلا من نتيجه نجاح اللي هو مرزوق الخليفه، ورفضت باقي الطعون. الحكم اشعل الاجواء في ديوان العربيد احتفالا باعلانه نائبا في مجلس الامه. نشكر المحكمة الدستورية لإرجاع الحق لأهله، ونبارك نجاحنا وإهداء للدائرة الرابعة، وإن شاء الله إن بهذه الدولة لن يكون إنسان مظلوم في ظل وجود المحاكم العادلة. حكم دستوري حصن العملية الانتخابية وفتح صفحة جديدة في عمر مجلس الأمة ليواصل طريقه نحو التشريع والإنجاز.